بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. الله سبحانه وتعالى وحيابها بني آدم كأوكو حطمي كنا قري إني مران سكرات كاكمد سكرات مجا عيسى لغبقى آد إي آد بوحنون إي ببغن يهي ونزعي إي حياة طبح قفكو مرق الله لمرك أوغارنا وحوغارا حالت آد إي آد أخطير أهود ببغن. وجاءت سكرة الموت بالحق، سكرات كي ميت كي يمد حق أهبوني لإلهي ذلك ما كنت منه تحيد. وح الله لو حد كعلى الجرت واكن بالو أرنايا وما توكو هستا، ولا سكرات قواد ببنيهي وانا حنون ببنيهي. جسدك يروح لك بحنا مفتي قفك وكدك دقاقي بحيسا. سيدي درتي بقفك سكرات كمركو وحيه هيو سيقاب تربو وإيغا وعبسي بضان. إلا مر الله لمركي دقال كمسلمين تلا أمري نمكي منافقين تبو إلهي كهد لو يري ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. وحيكوسو إيغا يانيك سكرات كصوح وإيغا أوكالي قفك سكرات كلا ما فيرين كرو عبسي قوني أهيو ليهي. جسد كيسا تغير اي دورسون دا كو دعا اندي هيسا اسبدل عرب كيسا اتكابا حبني سيوا اي دعمي هيسا كالكاغا حالة دا صوتان ونزعيق اي حياة تبحا قفك مسلم كان لوغو تلقل انو اديار قروبو سو الهي اددادية مالنتا نبي محمد وصاك راضي كوندو بيه كجرت انتو كعنت قليبا ليري اي وجيقي سمارينا يا مدحو اسكمارينا وحو اسك خفيفين يا سكرات ككل الكيسي حنين كيسة ورهدي سوحيتهي. اللهم اعني على سكرات الموت انه سكرات كميد كي وكالمي. ونبي محمد صلى الله عليه وسلم انو غير او قبدي سي اي نشا سكراضي مال مال مها كميد ابهي هاي ما بيتري انتي فرين قدرتي نبي صلى الله عليه وسلم أصغنا وحو يري قبطني رسلان إيقا قرسية أو حق الشيكتان إن لله ما أخذ إله وحو قاطع أسا إسكاله وحو بحينا أسقى إسكاله شيء والبناء ألا أبتي سأجل مقع عابيك ليهينه إن أنتها صبرتها نأجر حساب سطر لا يأتي أنها بيتر إنت دارتي إلهي بان قدرتي آبوائي إيمانا رسولك وي إيمانا يا هدي مرلا طارتي فقي مجره ويا مسلم كمسلم ككالي حق أوكلي وإنو أباريني مفلو مر الله لمركو أدارتو حالكو مركو ميشا مراي أولا داي رسولك الله قبدا بي وي دارتي إنا قطكتي إلهي أبو دارتي وزو استاغي صلى الله عليه وسلم. أبي بن كعب عبد الرحمن بن عوف كوح صحابة كمدة سعدنا ووقاص رك أي مركة لجرين ديها أنك سكرات واي ونفتي سويقي لنيسا. وجاءت سكرة الموت بالحق، سكرات كي ميتك حقها يمدو ير إلهي ذلك ما كنت منه تحيد. أنك سكرات يا لسو ديبي رسولك صلى الله عليه وسلم جلبها أيو كفر إيسي نبيها ويلك نفتي سويقي لنيسا ونفت ويقي لنيسا خرق يقاغنا ويكيرتا مر قربي آدا مر نهوز بي أصو بحضا. وجاءت سكرة الموت بالحق، سكرات كي ميدكو حقا أي يمدو يري إلى سبحانه وتعالى. عنق نفسد يسو حد مودا مقار أبكاضي أولوغو استاغايو سو أطواق يدرتي حرارو قيبا صارنو خاخذي سايريس بابتا نبيو كفق يا صلى الله عليه وسلم واسري وإلمير أولي وحدن بي كسبن وإلم الصغير أهوير نبي محمد أولي وقوه قبر أي بشاء عنه قبالي أي بشاي به سادرته أي جلبه أغسارين نفتي سوي قطع علي نيسا ونفسه تقع
qaq ayaa ka yeeraysa suu xadiidku tilmaamay. Rasuulku saasuu u eegay sallallahu calayhi wasallam. Mar allaana marka sakaraadku canuga saaran uu arkay, wajaa'at sakratu lmowti bilxaqi, nebigu wuu ilmeeyey, nebigii indhihiisa biya ka soo qubtay, fafaadat caynaahu, waa ooyey, indhihiisa biyo ka soo daatay sallallahu calayhi wasallam, waayo wajaa'at sakratu lmowti bilxaqi, sakaraadkii geerida oo xaq ah ayaa yimid, ayuu dhahay ilaah subxaana wa tacaala. rasuulku waa isxamili waayey, rasuulku waa iscelin waayey sallallahu calayhi wasallam. fafaadat caynaahu, indhihiisaa daatay, biyihoodii baa soo qubtay sallallahu calayhi wasallam. cabdiraxmaan ibni cawf baa yidhi, wa anta yaa rasuul allah, riwaayadaha qaarkood maa haada, waxani waa maxay yaa rasuul allah, yabna cawf, haadihi raxma, tan naxariis waayo, buu dhahay nabiga sallallahu calayhi wasallam. rasuulku wuxuu tilmaamay ilaahay addoommadiisa inuu u naxariista arruxamaa, kuwa raxmada, dadka naxariistaa loo naxariista. sakaraadkii korkiisa maanta ummad lagu xanta, sakaraadka korkiisa maanta xaaraan lagu cunaa, sakaraadka korkiisa maanta sigaar lagu cabaa, sakaraadka korkiisa maanta jaad lagu cuna, sakaraadka korkiisa maanta wax doona lagu sameeya. waa nabiga waa ooyey sallallahu calayhi wasallam. fafaadat caynaahu, cabdiraxmaan ibni cawf wuxuu yidhi, maa haada, waxaan maxay yihiin. ibni cawf oo kan raxmad waaye buu dhahay, ilaah naxariistiisana wuxuu siiya qofka u naxariis, qofka naxariista. midan aad u jeedaan ee iga socota waa raxmad iyo naxariis. sidoo kale ku yar uu dhalay waa ibraahim, yaa sakaraaday, naftiisuu ku wujuudinayuu saqayoonayuu bixinayay. rasuulku wuu ooyey sallallahu calayhi wasallam, wa anta yaa rasuul allah bay dheheen, rasuulka allow adi maa ooynaaya, ma ooynaysa annagana oohinta ma noo diidaysa. rasuulku wuxuu dhahay sallallahu calayhi wasallam, tan aad u jeedaan waa rax naxariis. ina alcayna tadmac, indhuhu way biyeeyaan, qalbiguna wuu murugooda. mid kaloo rasuulku soo raacsiiyey sallallahu calayhi wasallam, rasuulku wuxuu yidhi, indhuhu waa biyeeyaan, qalbiguna waa murgoodaa, mana ku hadlayna wuxuusan ilaahay raali ka ahayn subxaana wa tacaala. faaruqitaankaadna faaruqaysa ibraahiimow, la maxsuunoona, kuwa ka tiiraayaasan ooga murgeysan baan nahay. wajaa'at sakratu lmowti bilxaqi, sakaraadkii geeridoo xaq ahaa yimid. dalika maa kunta minhu taxiid, waa waxaad ka lixlixan jirtay, buu dhahay ilaah subxaana wa tacaala. laqad kunta fii gaflatin min haada, arrintan gaflaad kaga jirtay, dhib baad kaga sugnayd oo ma rumaysnayn, waad iska tamashileyn jirtay, adduunkaadaad ku dhex socon jirtay, salaada ma hagaajin jirin, jalbaab ma qaadan jirin, xaqa ma u socon jirin, qur-aanku kuma dhaqmi jirin. laqad kunta fii gaflatin min haada, ilowshaad kaga sugnayd, waa hilmaansanayd, si la rabay umaadan fulinin. laqad kunta fii gaflatin min haada, laakiin maanta maxaa dhacay. fakashafnaa canka ghitaa'aka fabasaruka alyawma xadiid, daboolkii aakhira kaa saarnaa kaaqa, wax kuu dhiman ma jiro. wayo qofku hadduu sakaraadka u yimaado ee uu geeriyaada, qaamad qiyaamatuh, qiyaamadiisi way istaagtay. sidaa darteed ayaa waxaa u bilaabanaya xayaata cusub, waxaa u bilaabanaysa xayaata barsaqiya ah, waxaa u bilaabanaysa xayaata inuu kitaabka alla ku arkay uu rumeeyey ma ahee, uusan weligii arkin, caalam cusub buu gelaya. laga bilaabo qofka marka qabriga la dhigo oo ciidda lagu shubo, waxa ka dambeeya waa qaybiyaad, inaan rumayna waajib nagu ah, waa rumaynaynaa wax allaale wuxuu diinta ilaahay noogu sheegay subxaana wa tacaala, waa rumaynaynaa wax allaale wixii nebigu uu nooga warramay, laga bilaabo xil qeyb bay naga tahay. sida laysku ciqaabaya maanan arag mana naqaano, sida qabriga laysugu waasicinayo ilaahay mooye cid kaloo taqaanayi ma jirto. xayaatadii waa la bixiyey, jasad baa meesha yaalay, sida loo cadaabayo ilaahay mooye cid kale oo yaqaanaye ma jiro. sidaa darteed qaybiyaalka inaan rumayna nala amray ayay markaa ka mid tahay. sidaa darteed buu ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa ku ammaanay dadka arrinta noocaasa rumeeya. ilaahay muxuu yidhi isagoo noo tilmaamaya xaalada, alif laamiin, dalika alkitaabu laa rayba fiihi hudan lilmuttaqiin. saddexdaa xaraf ee alifka iyo laamka iyo miinta ilaahay baa ogaalkeeda loo bandhigaa subxaana wa tacaala. waxa markaa loola jeedo
كتابك شكي كما جرؤ وروح الريب أهك ومصغنا هنون بمتقين تأيها ييهين تلمان تأغوغ ريسا إلا وصفي محين نقطي الذين يؤمنون بالغيب غيب بيرميين قبر إنو جرال لا تلمامي ما أركن وليود ما نأي سنفيرين وحق ذهك بعي سوي رميسيهين ويؤمنون بالغيب غيب بيرميسيهين جمعي سن وليود أركن بي أددالي وقيام ليل أي أتوكنيا أي صدق أبحصنيا أي ألا أبود وانيان انت اني جنال اركاء اي هلان ولي ودنا ما ايسان اركين غيب عذاب ايسان ولي ود اركين بي كفر حضان او اي كأردان او الهي كمغنقلان او اي كأويان او الهي سبحانه وتعالى افر لذا تنكسا مغنقل يا اي كدل بضان ولي ود ما ايسان اركين الذين يؤمنون بالغيب غيب بيهم ينبود الى سبحانه وتعالى حالة نوع عصة ايو ربي كتل مامي او قفكو مر الله لمركا ميشا قبل اوتغو قيام اللي سيبا قمتي وجاءت سكرة الموت بالحق سكرات كي غيرها او حقا اي يمد بودا الى سبحانه وتعالى ذلك ما كنت منه تحيد هذا هو العليا بعدما حالت صائتها وسكراتك إلهي تلمامي سبحانه وتعالى قفك مسلمك أهل قفك استقو إلهي قلقين أوصو مريضون ومدين إيسي عيانا وأركان وحفي عن إن إلهي لغبنا غنقلو لضع نكسن إن إلهي لغبري إنو نخفي في سبحانه وتعالى ويسكراتك أدبو أدب ذنيهي أذي أنبوكو هيستا بدكي غاركا جي جوغا ومدين ويكوغسو حوميان أذي سكرات كي باكو سوكري عنا لغو بشوية كربي كاغسو نقنايا دون تاسي سندافين واي خاخ دي بسوع لينيسا داد كي ببس بي كو قادنايا وداد كي ببس بي كو لبورين كو اختر بورادين يا اوحو لي هاي مراق يا داوين يا اما كو تفايا ومدي قبل كميدي وي اوين يا قلك ومسو قلي كرار ومدي قبل كميدي وي ادكي سنايا وميشي فضيا أذيكي قبقبي إيوحيكو مريسا ميش أقود دنبيسي واي وجاءت سكرة الموت ميدك سكرات كيسي أحقه أي يمد بوضهي إلى سبحانه وتعالى حالدا صالة صومرا حالدا سي أمد قد بيان أي صومرايا نبيك صلى الله عليه وسلم عائشة وحيلي رهي دونتي إذا يوحو كجي في دبتي إذا انت أرد حيسا سيادرت البوميشكو سكرانيا لا إله إلا الله إن للموت سكرات إلهي مولي ألك حق من اللي أبدا مجره ساسو مركا ليه رفيق الأعلى رفيق سران رضا ما قرتي بيتر إلا خيار قلي والنبي مطلنت إلا خيار بالصياء وحل ليه ما أدونك خلدي سي أدونك ما ربطا مصه آقر وحيا لألابتيس نبي كاستساسا لو خيار قلي رسولك صلى الله عليه وسلم وحو دورتي ملأ ذا السرع وحو دورتي إلهي حقي سئلو آده عاشوحا إليبتر إذا الله يخيرنا من وصن دورا صلى الله عليه وسلم إلهي لا يلي ولا الآخرة خير لك من الأولى مدان أدونك أدجوك تتن آخرة أتجي دونتو ياك أغفي عنوك أغا خير بضا ولا الآخرة خير لك من الأولى مدهر تاساك أغا خير بضا حالة دمو عس ايضو اي جرتو ايو حالو باهي هاي ان ادي ادلو دذالو طاعد الله لغو الصعود امرك الهي لغو دذالو الهي نوحا او نادري انا صمينو سبحانه وتعالى وارنت كلية اي اقودو الا بدبادو مر الله لمرك حلقا اي وقتك الله تلمامي لقارو وجاءت سكرة الموت بالحق سكرات كي غيرو حق هايمت ذلك ما كنت منه تحيد أذاك إيل إيل انجرتي وحلو لجي ذا مرر فرب ذنب بعجرتي إلا انت حنوصتك فقط انت قاري كسيغو أطنع وغبحضو انت يجو كسيغو أذا وحبك كقاري إلا الملك الصوت بعض وحلي نكو أصيب حان انت وكو قد تأت ككعضو لكن وطلواتي وقود بيسي تنواتي لما طافانك أهي تنواتي حتمي أهي رب قري سبحانه وتعالى حال لها صوتا إذن ومهيم واللغة مارمان ما لن تقفك إلهي أخفيفية أخفيف نور قفك لقوات كييكو أذكتها والنازعات غرقا والناشطات نشطا قل الله فضبايا سرق فرقوك الله قد لها سكراتك ومر الله لمرك إيه لقاك هذا يا الله خفيفية ورب سبحانه وتعالى أفضل ذايا ولو أن لغو النزعية ولو جيدة
waa lagu dhiba waa lagu qarqiya waa lagu dhibaateeya xaaladaasna ilaahay wuu tilmaamay wannaazica sidaa darteed buu ilaah yidhi haddaad arki lahayd idi aalimuuna fi gamaraat اlmowt wاlmalaa'ikaةu baasitu aydiihim akhrijuu anfusakum alyowma tujzawna cadaab alhuuni bima kuntum saasaa markaa loo leeyahay haddaad arki lahayd xilliga aalimiinta dindiidayaasha amarka alla diiday daacada alla ku socda laga kari waayey khayrka iyo ilaahay amarkiisa fuliya diiday xaaladaa marka ay ku jiraan idi aalimuuna fii gamaraati اlmowt waa sakaraadka meydka maalinta ay ku jiraan walmalaa'ikatu baasituu malaa'igta waxay taagayaan gacmahooda inay dhintaan rabaan nafti way xakamaynayaan nafti way celinayaan kuwaana ghamaraadkii beerida ilaahay saaray oo malaa'ig baa ag joogta markaa kadib bay leeyihiin akhrijuu keena xoogay uga soo dhufanayaan si nazci ahoo dhib badan bay uga soo siidayaan walmalaa'ikatu baasituu aydiihim akhrijuu anfusakum nafafyaalkiina soo bixiya keena alyowma tujzawna cadaaba alhuun dulli cadaabkiisaa laydinku abaalmarina cadaabka xun ma jiro sakaraadka dhibkiisa sidaa darteed sakaraadka ilaahay baa laga magan galaa ilaahay subxaana wa tacaala ayaa la weydiistaa ilaahay ayaa laga baryaa inuu ku khafiifiyo xaaladahaasoo dhan baa qofka muslimka sugaaya qof kastoo noolaa sugaaya qof kastoo dhimasho lagu xatmay oo lagu qoray sugaysa sidaa darteed baa la yidhi qofka inuu jannada galo sagaal buurood baa ka xigta sakaraadka ugu sahlan inta kale midda kale way ka adeeg badan tahay sakaraadkan aan tilmaamaynay nebiga indhihiisa biyo ka soo uday waa waxa buureed ee aan marayno tan noogu sahlan inta kale way ka culus tahay inta kale way kasii adag tahay sagaal buurood baa jannada gelitaankeeda naga xigta sakaraadka ugu sahlan asagaa ugu fudud asagaana ugu yar xaalada noocaasa waxaa fiican marka in dib loo fiiriyo dib loo raaco la ogaado la dareemo xaaladu sida ay markaa tahay wajaa'at sakratu lmowti bilxaqi dalika maa kunta minhu taxiid waa waxaad ka iil iilan jirtay waa waxaad ka leexleexan jirtay wanufiqa fi suur dalika yowm lwaciid waa maalinta ballanta wajaa'at kullu nafsin macaha saa'iqun washahiid naf kasta ku kaxeeya ah oo macsharka qiyaamo usoo wado gacanta ku dhegan ayaa subxaana wa tacaala wanufiqa fi suuri dalika yowm lwaciid waa maalin waciid waa maalin ballan waa maalin ilaahay uu tilmaamay subxaana wa tacaala ummadda oo dhan inay meesha isugu imaanayaan waa lagu wacdoomay waa lagu ballamay awaliin iyo aakhiriin in laysugu keeno markay dhaheen markaan baaba'no oon cara iyo lafa baaba'ay noqono miya dibna loo oo gadaadna loo keenaya awa aabaa'una alawaluun aabayaalkeenii horeyna ma la keenaya qul ina alawaliina waalaakhiriina lamajmuucuuna ilaa miiqaati yowmin macluum ثم إنكم أيها الظالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم انتاسا إذن سغناتي سولكي قياما ليريي ونفق في السور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد سائق وكحي وضربل شهيد ومد مقاتي كن قناية وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد من شهيد أهي مد مقاتي كن قناية انت ومركا والكينية انت ومشوى وبإيمانية مركا سأل أرمي لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد araggaagu fiic wuxuu arkayaa laakiin maantaa fiicneed inuu arko maantaa fiicneed inuu xasuusto wajaa'at sakratu lmowti bilxaqi dalika maa kunta minhu taxiid yaa hadlaya qaryah wax allaale wixii laga soo qoray waa kana diiwaankiisii yaa la keenaya wixii laga soo qorayaa la keenaya buuggii lagu soo qoray acmaashiisaa la keenaya xasanaadkiisa sayi-aadkiisiibaa lasoo hordhigaya xumaantiisiibaa badnay sayi-aadkiisiibaa badnaa gafkiisii dembigiisaa badnaa xasanaadkiisiibaa yara xaalad badan oo noocaasuu ku sugan yahay markaasay leeyihin kani waa kii agteenna ahaaday oo lasoo xifdiyey
ألقي في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. حال داسا مرك إيماني سو حال ليه كافر كستو ملح أتكا دين ديذيد بطنا أمرك قادة ألا ديذيد بطنا دين تقلقا ديذيد بطنا هرتكا كتور جهنم ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع بالخير دين تيكسعو ويسي ومنافق مر الله لمرك إسلامك وحتى إيدينك بطانا ومرغوذا مرك مسلمين تبطان ومرغوذا مرك يقول إهر مرقارا ومرغوذا سادرت الوامد حق ديذيذ بطنا مناع للخير هدنا معتدد أحد قد بطنا هذا مريب وهو شك بطنا ودينت ألا كشكي وحدانيذ ألا كشكي قيريذ كشكي بعثي قيامة كشكي وح الله لوحي خير الله دري كشكي وحي شر أهم مركاء ودقدقي كهرت إلى وحلي عذابك كتورة هذا مريب أها أشك بطنا الذي جعل مع الله كي معي إله كلمعي أسمي إله ما إله كلمعي سيالينا كان عذابك جهنم كتورة كعذابك كتور إلهي لي سبحانه وتعالى وحد كتور تنميش أغحن عذابك وحد كتور تنميش أغدر عذابك فألقياه في العذاب الشديد قرين كي سمحوا قرانا يا إلا واني مباديين واسقي وقيلنا يا وإله إله كان إسوء بمي كان إسوء بادي كان سا إسوء يالي شيطان سا إبو عنا ما أبغيت ملان مواركم با ولكن كان في ظلال بعيد إذن هل الدكتور هذا إن الله لإنت الإسئلالين كرخلص إلالي قلبات كي دنبي هل كدعا إلهي نفقه هل لغوي ديست غفران إيا دنبي الداف وحبلا إلهي هل اعتماد نحريست إلهي آذي آذ هل رجي إغابك ألا آذيك هل غبقه هل غعب صدق وجاءت سكرة الموت بالحق سكرات كي جبه حق هايني أصغر بطأ أيا يمد أصغر رنأ أيا يمد أصغر رنأ أي إلهي كان سبحانه وتعالى صغير إيا كبير قفوين إيا قفير نبي إيا قفا نبي أهين بما وضضا ولا وضا مرسي وضضا ولا وضا قاضي وضضا ووضا حتمي أهو إلهي سبحانه وتعالى جيحي أجذي سادلت والله كبنايا لكن رب سبحانه وتعالى أي قفك أنعيمه إيه أكلمي إيه أفضلي يأفضلاني ساء قفكي سإلهي كعسلي وكعسلاني ساء سادرت روح بلن هل دلال خيرك إي وناق هل غصعظ وجاءت سكرة الموت بالحقنا هل حسسنا ذا وجاءت سكرة الموت بالحق هل حسسنا ذا وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد تاسا مركا إيمانيسا وقفك مسلم كأه وحلو بلوبا هي هي أصاب جائس أه وديار أه إني قير أتماضه من يليس أتماضه رسولك صلى الله عليه وسلم قير لي بات مدبو يري يوحي بحذي ذا وحو ألجي ذا وحي حنون أها والنزع أها وحياة بح أها ورفات أها قف الله لقف كي جعل النار لقبت باذيه جنة لقليه من يلي إيقير ذا أتماضه أصدو إلهي إيمان التقيام الرميسا ومضها أولا تقمو وها ألي ماذ وحا أجعل يهي إن أصدو الله أولا تقمو وحد أذيب جعشة إن لغو أولا تقمو أي أمدك أولا معاملو غام أذيب أنا أولا معاملو وعد عينيسا إن لغو أمانة ربطة وعد حبرتميسا إن لغو دعية ربطة وعد حضيسا حلول إن لغو دافات ربطة إيقودت قبيسا كاقة إن لغو دافات ربطة نصو عنيسو قفكم مسلمين تأيضتك هؤلاء ماذا وحاو جعريه إن أصغى الله لي ماذا وحاو جعريه إن أصغى الله لقمه وحاو جعريه إن أصغى الله قصمايه وقف الله لقفك يجعل أي زحزح إلا قفقية عن النار ودخل الجنة جنة ذنا لقليه وقهرين تقيردها أتماضه أصغى الرميسا إلهي إيمال انت آخره ألا إلهي إيمان انت دمبي آخره أصغى الرميسا أتماضه بإله سبحانه وتعالى.
على جريديسة ويقفك أصله ألا آمن سن رسولك سآمن سن ما لنت آخري ضعف يآمن سن أي جيري أتماضه وقف إلى أكتس كن نجحي ليبان كهلي خيري وناجاري رب سبحانه وتعالى آمني حال الضاصر شرف إي ونقلب وقارع جيري رسول الله حسوسته سكراتك سوقفك قلبي بأوقليه يوحيا رف رب ضنق أريموين كان مركا الله مبقى ومدنا هؤلاء ماذا وحقوا جعريهي إن مركا لولي ماذا وجاء سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد الله حق حق هنا وافجي تعالي دين تهنا وصغ ومتخير كيوناك قد باشا الله هنا غدبو إله أكتن سمحاني الله نقضي وبالله توفيق والله أعلم.